عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخنا الجليل؟ مرحبا بكم أخي العزيز، وكيف حالكم؟ أنتم أهل غزة، أهل الصمود، أهل البطولات. نحن والله يا شيخنا الجليل نعلم أنكم أهل النصرة وأهل الغيث، فأنتم أهل البيت الكرماء، أنتم أشرف الناس كما قال سماحة السيد. نعم والله إنكم أشرف الناس، أنتم أصحاب الغيث يا أخي العزيز. نعم يا شيخنا الكريم، أنتم الذين تنصرون دين الله وتنصرون الضعفاء، حتى لو كانوا هؤلاء الضعفاء حتى لو كانوا غير مسلمين. لا نسمع من يدعون أنهم من مذهبنا ويقولون لا يجوز لكم نصرة هؤلاء لأنهم ليسوا في رباط. نحن نعلم ما يقولون في فضائياتهم المجرمة، فضائياتهم يا شيخنا الكريم نسمعها ونسمعكم، والله بيننا وبينهم. نحن نعلم ما يقولون، هم لا يذكرون فلسطين في كلمة ولا يذكرون غزة المحاصرة في كلمة، والغيث لا يأتي إلا منكم من وراء البحار، فكما قال صلى الله عليه وسلم بأن النصر سيأتي من خراسان، إذا أتت الراية السود فاقبلوا عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فشيخنا الكريم ودكتورنا الجليل، حياكم، نثمن موقفكم الكريم ونشكركم على هذه البرامج العظيمة الكريمة التي شكرا لأخ أبي محمد، نعتذر عن انقطاع الاتصال، شكرا جزيلا. نشكر هذه المداخلة الكريمة من الأخ الكريم، وفقهم الله لكل خير، وأنزل الله عليهم النصر عاجلا فعاجلا إن شاء الله.